السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده مشروب ده هو يعني هيكون مقوي كده لجهاز المناعة بشكل عام عندك عند أطفالك. فالمشروب ده هيبقى جميل جدا. نشوف مع بعض كده حبايبي يعني المكونات معايا هنعوز ايه. فدلوقتي حبايبي هنحتاج نص كوباية عسل أبيض، وهنحتاج معلقتين كده كبار جنزبيل مبشور اللي هو الفريش، بيبقى احسن يعني، بس انا بحب اللي انا اجيبه وببشره وبقشره وبعد كده ببشره بالمبشره وبعد كده بحطه في الفريزر. فانا طلعت دلوقتي يعني خدت من الفريزر كده خدت منه معلقتين. هنا هنحتاج بقى ايه؟ لو انت عندك برتقال هينفع في الوصفه ديت، بس انا ما كانش عندي. هنعمل النهارده بقى ايه بالسفندي، يعني معايا هنا 3 حبات من السفندي واتنين حبة ايه ليمون. فطبعا المكونات معانا يعني كلها مفيده جدا وتقوي جهاز المناعه، يعني بصراحه المشروب ده تحفه. بس شوفوا بقى معايا المقادير، هنحتاج ميه بقى ايه سخنه بتغلي يعني مولعه عليها دلوقتي وهنا هنحتاج علبة، لأن العلبة ديت هنبدأ اللي أنا أخلط فيها الحاجات دي ايه كلها دلوقتي. نبدأ مع بعض كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مع بعض كده. هنا هنفضي الجنزبيل، وهنا حابة بقى اللي أنا ايه الليمون اللي غسلاه هو والسفندي، يعني غسلهم كويس جدا. فأنا دلوقتي حابة بقى اللي أنا ايه أقطعهم كده اهوت يعني شرايح كده. شرايح الاول وبعد كده ايه اقطعهم بقى ايه انصاص. مكعبات كده اهوت يعني ايه. يعني بتقطعي الليمونة شرايح الأول وبعد كده بتقسمي بقى كل شريحة كده نصين وبعد كده بتعمليها بقى ايه أربع يعني. بالقشر كده تحت، لأن طبعا القشر دوت مفيد جدا. هنعمل برضو ايه واحدة كده من السفندي. هنكمل انا بقى كده بنفس الطريقة وبعد كده نرجع تاني. دلوقتي حبايبي انا كده ايه قطعت السفندي والليمون. كده انا هنحط بس في الحلة هنا عشان اعرف اقلبهم مع بعض.
كده بنفس الطريقة. هبدأ بقى انا افضي عليهم العسل. لا طبعا احنا في جو الشتاء فالعسل بقى ايه يعني هتلاقوه تقيل. لا يعني كده هنحط كده في الفنجان معلقه ميه من البراد الميه اللي بتغلي عشان بس اعرف اللي انا ايه اخفه. ميه سخنه طبعا. انت لو لقيتي البرطمان العسل العسل الابيض بقى اللي هو ايه يعني تحاولي تجيبيه اللي هو يعني ما يكونش مغشوش كده اهوت، يكون عسل من نوع كويس، تكون يعني ايه تعرفي حد بيبيعه يعني تكوني واثقه فيه يعني. بعد كده بقى ايه لما تجيبيه تستخدميه في الوصفه ديت، ويعني في جو الشتاء ده كمان لو انت مثلا لقيت العسل تقيل جامد معاكي مش عارفه تنزليه زي كده، هتاخدي البرطمان وهتجيبي مثلا ايه صينيه فيها ايه صينيه المونيا فيها ميه سخنه زي كده، ونفترض مثلا اللي ده البرطمان اللي فيه العسل هتحطيه كده اهوت فيها وتسيبيه شويه، هتلاقي العسل فك. بس انا عشان ايه يعني مستعجلة عايزة اخلص الوصفة مع يعني انا ما عملتش كده بصراحة. كده بقى ايه هقلبهم كده ايه مع بعض. تقلبيهم مع بعض عشان العسل كده ايه اختلط ايه مع طبعا هو دلوقتي هيفك بقى عشان السفندي والليمون بيبقى فيهم ميه، هو هينزل الميه كمان اللي فيه يعني هو شايفين كمان يعني هتلاقوا ايه. انا عايزه بس اقول لكم الميه اللي نزلت يعني ايه اهيت انا يعتبر بس انا ما حطيتش يعني معلقه ميه بس كبيره اللي انا ايه قلبت بيها، بس هو السفندي والليمون كله ميه فبيبدا اللي هو ينزل الفوائد اللي فيه كمان. كده بقى ايه بعد ما قلبته كده كويس هبدا اللي انا احطه هنا في قلب العلبه. طبعا المشروب ده هو جميل جدا ومفيد ده. كده يا حبايبي دلوقتي بقى ايه هنبدا نعمل مع بعض بقى ايه الايه المشروب. هو المفروض بعد كده اهوت بعد الخطوه ديت المفروض اللي انا ايه كده طفيت انا الميه. كده بقى ايه هبدا ايه بعد ما عملت الخطوه دي بتقفليه وبتدخليه الثلاجه لحد ايه ما ينزل كل الايه يعني كل السوائل اللي فيه اللي في الليمون واللي في السفندي يعني. بس انا عشان يعني اختصر يعني فانا ايه هعمل معاكم المشروب كده ايه على طول. هنجيب بقى ايه كوبايتين كده حبايبي. كده انا معايا الكوبايتين اهوت هبدا بقى ايه وده كده الميه السخنه اللي انا غليتها. دلوقتي بقى ايه المفروض ان انت بعد ما سبتي العلبه دي في الثلاجه وقفلتيها وسبتيها لحد ايه ما نزلت كل الميه اللي فيها، هتبداي بقى اللي انت تاخدي منها وتحطي ايه
وتحطي في قلب الكوبايات. انا عايزه بس اوريكم اللي هي عماله برضو ايه، عماله بينزل الميه اللي فيه. طبعا ايه، هاخد بقى كده اهوت وهنا حابه برضو ان انا اخد بقى ايه من السوائل اللي هي اللي نزلت ديت عشان فيها العسل. لا طبعا هي فيها كل الفوائد ده. بس كده شايفين حبايبي بتبقى معايا كده بنفس الشكل كده. هبدأ بقى اللي انا ايه اصب عليها. كده ايه بحط عليها حبايبي المية السخنة. طبعا بعد الخطوه ديت، بعد ما حطيت بقى الميه، المفروض بقى ان انا ايه بسيبها يعني بتغطيها كده اهوت بقى وتسيبيها بس حدلها بس ايه تقليبه كده اهوت عشان ايه تختلط كده ايه مع بعضيها. طبعا المشروب دوت جميل جدا، تقدري بقى انت تعمليه لاولادك هيقوي جهاز المناعه عندهم. ما وطبعا زي ما قلت لكم هو بشكل عام يعني الكبار لاي حد يعني اي حد يشربه مفيد جدا. نعم كده بعد ما قلبته بيبقى معانا كده حبايبي بالشكل ده. شايفين شكله؟ طبعا بتسيبيه بقى شويه، سيبيه كده اهوت ايه يعني حوالي بس 5 دقايق كده اهوت، وتغطيه باي حاجه باي غطا عندك، وبعد كده تشربيه. يعني بيبقى مفيد جدا. فانا ايه هوريكم برضو هغطيه يعني هجيب حاجه برضو. بتجيبي اي غطا بقى عندك وتغطيه كده اهوت. يعني انا بس ايه حبيت برضو ان انا ايه اوريكم الفكره برضو. سيبيها كده اهوت، سيب الكوبايه بقى كده 5 دقايق كده اهوت عشان ايه كل الفوائد اللي في القشر الليمون والسفندي تنزل. وزي ما قلت لك ممكن تستخدمي برضو البرتقال، تقطعي البرتقال برضو كده اهوت، برتقال او سفندي تستخدميه اي حاجه المتوفر عندك اعمليه بنفس الطريقه كده. اتمنى حبايبي الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي ام ندى وفتحي. يا ريت كده اللي لسه يعني متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها يا ريت ان انتم تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا يا ريت كده تدعمونا كده باللايك والشير حبايبي عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يعني يشوفوا الفيديو ويستفادوا كمان، لان الوصفه ديت جميله جدا. شايفين العلبه بقى ديت، انا هقفلها دلوقتي وادخلها الثلاجه واعمل منها بقى ايه لاولادي في اي وقت بقى ايه اغليلهم ميه بس واخد منها واحط كده ايه واقدمها لهم. ما يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.